السلام عليكم، أنا مريض زراعة قرنية. طبعا الحمد لله تم زراعة القرنية في مشروع زراعة القرنيات بالدعم من مؤسسة باما في مستشفى الخدمة العامة. بنحب نشكر مؤسسة باما الأمريكية، وبنحب نشكرهم ونقول لهم كل عام وانتم بخير بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، وبنشكرهم على السلة الرمضانية الغذائية، وهذا بدل على حبل الود ما بين المؤسسة وبين المرضى، إنها ما قطعت المرضى حتى من مساعداتها الطبية أو من المساعدات الغذائية، وتذكرونا في شهر رمضان للمرة الثانية. فكل عام وانتم بخير، وبنشكركم وبنقول لكم مزيدا من العطاء، وكل عام وانتم بخير. بتشكر الرابطة الطبية الأمريكية الفلسطينية باما على السلة الغذائية الرمضانية، بتفكرونا في كل شهر من السنة رمضان. شكرا لكم.